انا اسمي ياسين محبوب، انا بغني وبلحن، مؤسس فريق اسمه قرار ازاله، بغني ولحن جوه الفريق. فريق من اسكندريه، بنلعب بروجريسيف روك ميوزك، بلعب جيتار كلاسيك جيتار وفولك يعني، ومهتم جدا بكل مجالات الفنون، الرسم والتمثيل وحاجات كده يعني، متذوق يعني بشكل عام. من اواخر 2009 كده اوائل 2010 كنت جمعت مع مجموعه من اصدقائي وقررنا نعمل بروجكت يعني موسيقي. ما كانش في الحقيقه في الاول ليه اسم، ما كانش اسمه قرار ازاله ولا اي حاجه، بس هو كان كل الهدف والفكره احنا عايزين نعمل حاجه شبهنا شويه وفيها انماط مختلفه من الكلام والمواضيع، وزي ما قلت لك بالفعل اتجمعنا. الموضوع في الاول كان صعب جدا، انه كان الموسيقيين طول الوقت بيتنطروا، مش موجودين، عندهم التزامات، سواء التزامات دراسيه او التزامات ماديه او ايا كان. وقعدت فتره كبيره جدا لحد 2012 كل ده بس بكون في الباند، بيتفشكل وبيرجع وناس بتمشي وناس بترجع وناس بتروح وحاجات كده. في 2012 كان دي انطلاقه قرار ازاله. في الحقيقه التسميه ابتدت من التوقيت ده او قبليه بشويه، يعني من اخر ممكن 2011 مع دخول كمان فكره الثوره والمواضيع بتاعتنا بقت واخده شكل معين او نمط معين. كمان نوع المزيكا اللي احنا رايحين له او بنحب نلعبه هو في طاقه وباور وكده، فاخترنا الاسم دوت يعني، اللي حسينا ان هو مناسب وبيعبر جدا عن اللي احنا عايزين نقوله، سواء في مواضيع او في شكل المزيكا اللي طالعه يعني، او في حصيله المزيكا اللي طالعه. وابتدينا من 2012، في اخر 2012 تقريبا كان اول تراك طلع لقرار ازاله اللي هو كان تسألوا على ايه، كان ضمن مسابقه فيها تقريبا 150 فريق يعني من وسط يعني الشرق الاوسط وحاجات كده. وكان لنا الشرف ان هي كانت مرحلتين، في المرحله الاولى خدنا المركز الاول والمرحله الثانيه خدنا المركز الثالث، ودي كانت بدايه انطلاق قرار ازاله. من خلال المسابقه دي سجلنا التراك الاشهر لينا اللي كان بعنوان انا الكافر، هو كلمات شاعر اسمه محمود صابر. وبعديها الحمد لله يعني بدا الموضوع شويه، بدينا قاعده من الجماهير وناس بتحبنا وتحب تسمعنا، وبقى الباند يعني بدا يعني خطواته الاولانيه بشكل كان قوي الحمد لله يعني. انا النسيان هتفتكروني لما هموت بكلمه ضعيفه مكسوره ومنقوشه على الجدران، مولود كده ما بشوفش غير نور الصباح، ما اعرفش اشوف ضي الشموع وما فيش وسيله للرجوع. تراك اول ما اتشهر كان اتشهر بصفحه على الانترنت معروفه جدا وكانت قويه جدا ايام الثوره، و لما نزل في يعني شويه في الانترنت الموضوع كان اسم التراك صعب الليركس يعني، فلدرجه ان كانت الناس بتخش تهاجمنا من غير ما تسمع. في حقيقه الامر ان التراك اتعمل في المرحله بتاعت ثوره سوريا، وكان مستهدف جدا الناس اللي بتكفر الناس، يعني الناس اللي موجهه كلامها لفكره التكفير، سواء كان التكفير ده تكفير عقائدي بقى او تكفير في الفكره او ايا كان، تمام. وكان معمول في المرحله دي لسوريا او لثوره سوريا تحديدا. وثم اتشهر تراك فيما بعد بالشهيد جابر صلاح جيكا، وبقى ليه بقى الانتشار ده. احنا حتى لما كنا رافعين التراك كنا كاتبين ان هو اهداء لاي حد يستحقه. هو التراك يعني لا فيهوش اي شيء ليه علاقه بالكفر يعني، استغفر الله العظيم يعني، ولا اي حاجه. هو الموضوع كان انه هو الكلام بيقول انا الكافر في كل شريعه رفضاني، انا المقتول وانا الجاني، انا المسحول باحلامي. في فرق اكيد تعرفوه لغويا ما بين انا الكافر فيه وانا الكافر بيه. انا الكافر فيه يعني انا اللي بتكفر في الشرائع دي، لكن انا الكافر بيه يعني انا بكفر بالشرائع دي. هو يعني حاجه لغويه يعني. وبعدين انا بيقول انا على طول بينفي، بيقول انا ما احنيش جبيني غير لرب الخلق ولا بالحرق ولا بالشنق. فهو هنا يعني ما فيش اي حاجه، انا ما فيش فوقي حد غير ربنا سبحانه وتعالى يعني، فهذا الجبين لا يحنى الا لي يعني. فيعني الموضوع كان كده. واللي بصراحه في الحقيقه حتى الناس اللي بقت تسمع التراك بعد كده بقت تغير وجهه نظرها يعني، اللي بياخد تراك على علته من البدايه باسمه اللي هو كافر يعني استغفر الله العظيم حاجات كده، بس اللي بقى بيسمع التراك بعدين او بيركز شويه في الكلام بيلاقي ان الموضوع ملوش ادنى علاقه باي حاجه غير ان هي موجه الى كل اللي بيكفر الناس، ان كان هذا التفكير زي ما قلنا تكفير ديني او تكفير فكري او اي نوع من انواع الحجر على اراء الناس يعني، على فكر الناس. انا محمد سرور، بغني وبلحن واحيانا بكتب كلمات، فاوندر لمشروع سرور. احنا بنشتغل على مزج الفولكلور بموسيقى العالم، وده هو البروجكت يعني، هو ده المشروع. انا من مواليد محافظه كفر الشيخ،
يعني ابتديت ان انا اتعلم التلاوه وقراءه القران في الكتاب من قبل الدراسه، وبعدين ده فتح الطريق قدامي ان انا اتعلم المقامات الموسيقيه. بعد كده حفظت اناشيد وحفظت ابتهالات من الحاجات اللي اتعودت اسمعها في الاذاعه، ومن الحاجات اللي كان بيعلمها لي الشيخ في الكتاب ووالدي الله يرحمه، لان والدي كان امام وخطيب. وهي دي كانت البدايه، يعني دي كانت بدايتي مع ان انا استخدم صوتي والمقامات، وان انا ابص للحياه او للواقع من منظور مختلف غير المعتاد، لاني حافظ نص القران. فده ساعدني في حاجات كتير من اللي انا وصلت له من حصيله المعلومات اللي عندي. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي اروح، ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي اروح. سيبوني سيبوني يا ناس في حالي في حالي اروح مطرح ما اروح، سيبوني يا ناس في حالي في حالي اروح مطرح ما اروح. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي اروح، ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي اروح. سيبوني وكما بعت له تراجي ولا يبال رجاي، كما بعت له تراجي ولا يبال رجاي، عمل وانا وانا بمل له بسره ما اقدرش ابوح، عمل وانا وانا الفل والياسمين والورد عملوا سوا صحبة موضة، الفل والياسمين والورد عملوا سوا مزيكا. عيش المزيكا. قبل الرطوش كل الحقايق مفزعة، كل الصور ورا منها صورة بتختفي، والنور بيكشف كل حاجة إنما حاجات كتيرة بتختلف من بعد ما النور ينطفي. قبل الرطوش كل الحقائق مفزعة، كل الصور ورا منها صورة بتختفي، والنور بيكشف كل حاجة إنما حاجات كتيرة بتختلف من بعد ما النور ينطفي.
وانا عيني ميكروسكوب ذكي بتشوف لأبعد نية في ضمير البشر بتقوم بدورها في رحلتي في الفرجالة خلف الوشوش والأقنعة الرحلة جايز ممتعة بس اكتشفت بإني واحد منهم جوايا نار تحرق جهنم كلها جوايا نار تحرق جهنم كلها يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي بدمع سري مالوش وجود ما يبانش غير قدامنا وساعات انا مش بالمحبوب قلبي اللي مات بعد ما شاف كواليس في مسرح دنيته مكتوب في اسباب الوفاة ما كانش دمعه مريحه وانه انتحر علشان محدش يجرحه مع اني ببكي بدمع سري مالوش وجود ما يبانش غير قدامنا وساعات انا مش بالمخلوق قلبي اللي مات بعد ما شاف كواليس في مسرح دنيته مكتوب في اسباب الوفا ما كانش دمعه مريحه وانه انتحر علشان محدش يجرحه وانا عيني ميكروسكوب ذكي بتشوف الابعد نية في ضمير البشر بتقوم بدورها في رحلتي في الفرجالة خلف الوشوش والاقناع الرحلة جايز ممتع بس اكتشفت باني واحد منهم جوايا نار تحرق جهنم كلها جوايا نار تحرق جهنم كلها قبل الرطوش انا ابتديت فن بشكل عام من وانا صغير كنت مهتم جدا بالموسيقى الصوفيه لان عندي في البيت ده حاصل بيسمعوا النوع ده من الموسيقى والنوع ده من الكلام بحكم كمان تربيه والدي ان والدي ازهري دكتور في جامعه ازهر يعني وحاجات كده ووالدتي كمان كان صوتها كويس جدا فطول الوقت كنت بسمع وجدي نفس القصه دلوقتي كنت بسمع تواشيح واغاني دينيه يعني وحاجات كده فطول الوقت ده كان المحصله بتاعتي الاساسيه يعني فدي كانت البدايه وبعدين لما دخلت المدرسه كنت مهتم شويه بالشعر والقاء الشعر ودخلت مسابقه القاء الشعر وخدت فيها مركز اول على مستوى الجمهوريه وبعدين مثلت في المدرسه ومن خلال التمثيل بقيت بغني جوه كده وبدأ الموضوع يتطور واحده واحده من دوت يعني من بوينت دي بس ومع الوقت بدأت حابه عايز اطور نفسي اكتر فبدأت اروح اماكن اتعلم من ناس اسمع كتير سواء ناس قديمه او ناس جديده او حتى ناس بره اتعلمت جيتار وانا في ثانويه عامه بشكل ذاتي يعني كنت بتفرج جدا على ناس بيلعبوا جيتار وبحاول اقلدهم او العب زيهم او كده وكمان اصدقائي كان ليهم فضل عليا ان هم كانوا جيتارستات وحاجات كده فكنت بتعلم منهم كتير حاجات حلوه يعني بس دي كانت بدايتي مع المزيكا وبعدين واحده واحده الموضوع بدا يعني يكبر ويتوسع مع الوقت انا ياسين اصحاب بقالنا 3 سنين او اكتر حتى من 3 سنين اوكي 3 سنين او اكتر انا في البدايه اصلا يعني من معجبين قرار ازاله من اول ما ابتدوا يعني من 2012 وبعدين حصل الصدفه ان احنا اتقابلنا انا وياسين هنا في اسكندريه وبعدين مع الوقت والظروف وان في حاجات كتير هو عاشها وعاصرها في حاجات كتير انا عشتها وعاصرتها فيها كتير حاجات مترابطه شبه بعض يعني فمن وقت ده بقينا اصحاب انا 3 سنين وانا من معجبيهم من البدايه يعني من قبل ما اعرف ياسين وهو حتى دلوقتي في كل يعني في كل وقت لما بتسأل او في كل
لو حصل انترفيو او لقاء زي دوت دايما بيبقى بالنسبه لي قرار ازالة موديل يعني للروك ميوزك في مصر. دي حاجه انا بعتز بيها جدا جدا وبتشرف ان هم اصحابي. ايه اللي انت شايفه سلبي في البند وايجابي في البند؟ وقلت ليه اللي ياسين عادي؟ بص هو يعني الحاجه السلبيه والايجابيه في نفس الوقت ان هم يعني تواجدهم ما هوش مش مستمر بسبب انه الباند بيواجه مشاكل دايما وزي كل الفرق في مصر بتواجه مشاكل دايما وزي انه كتير ناس ما بتبقاش عندها ديديكيشن او كل الفرق في مصر فيها ناس بسبب فكره الفلوس انه الناس كلها طالما ما فيش فلوس دايما ما فيش انكم دايما احنا بنحصل عليه او مثلا ما بناخدش ال 180 الف جنيه في الحفله فبتلاقي دايما الديديكيشن يعني ايه لا انا اروح اشوف بقى مصلحه في حته تانية. دي مشكله بتواجه كل الفرق مش قرار ازاله تحديدا يعني. هو انا الاغاني الصوفيه بتمثل لي طبعا يعني هي المرجعيه بتاعتي الاساسيه زي ما قلت انه اتربيت على دوت وانا صغير شويه كان جدي ربنا يرحمه والد والدتي يعني ابو والدتي كان صوته حلو جدا وكان بيغني اغنيه شهيره جدا للكحلاوي يعني لو اعتبرنا ان التراك صوفي يعني فهو كان تراك مديح يعني خلينا نحطه يعني كان اللي هو بتاع انا مش فاكر برضه قوي ممكن اقول حته صغيره يعني انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي عالنبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي دي القعده حلوه والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي الله زاد المصطفى تعظيما وانا له التفضيل والتقديم وحمله شرفا لديه جسيما فهو المتمم فخره تتميما الله زاد المصطفى تعظيما وانا له التفضيل والتقديم وحمله شرفا لديه جسيما فهو المتمم فخره تتميما الله 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 زاد المصطفى تعظيما وانا له التفضيل والتقديم الله 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 وحمله شرفا لديه جسيما فهو المتمم فخره تتميما صلوا على من خص بالأنباء وأبوه ما بين الثرى والماء صلوا على من خص بالأنباء وأبوه ما بين الثرى والماء ثم استقر النور في ثم استقر النور في الآباء فتوارثوه كريمة وكريما الله زاد المصطفى تعظيما الله زاد المصطفى تعظيما وانا له التفضيل والتقديم الله 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 وحمله شرفا لديه جسيما فهو المتمم فخره تتميما فهو المتمم
الله الله لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله كيف تخفى الحقيقة لا إله إلا الله وشمسها تشعشع لا إله إلا الله أشرقت سماها لا إله إلا الله ولغى القلب يخشع لا إله إلا الله من يهبني جمالي لا إله إلا الله ويعول علي لا إله إلا الله الباند من 2012 اخر 2012 الببلش الحقيقي بتاعه في حقيقه الامر خدنا خطوات الحمد لله 400 جيده للغايه في يمكن احنا ما سجلناش تراكات كتير قوي بس الحمد لله اغلب التراكات سجلناها احنا سجلنا 4 تراكات هي دي الرصيد الحقيقي للباند او المسجل بالنسبه للناس يعني الحمد لله 4 تراكات لا قصاد جيد جدا الباند ده اهم ما يميزه بالنسبه لي انه مش يعني او حتى احنا بنسعى لده احنا مش عايزين نبني قاعده معجبين بقدر ما عايزين نبني قاعده مؤمنين وفي اختلاف يعني مؤمنين بينا مؤمنين بالقضيه يعني مصدقيننا فاحنا بنحاول قدر الامكان احنا نعمل حاجات مصدقينها جدا الباند دلوقتي بستعد بقاله فتره كبيره جدا لتسجيل الالبوم ودي خطوه اعتقد هتكون محترمه طبعا خدنا بعض الخطوات المحترمه الثانيه ان احنا رحنا برامج كتير لعبنا في اغلب محافظات مصر في اهم الاماكن الموجوده يمكن في مصر اللي بتلعب فيها حفلات الحمد لله اتشرفنا ان احنا كنا موجودين فيها ولعبنا فيها حفلات الباند الحمد لله مين بالنسبه لعمره هو عمره مش كبير جدا احنا بقالنا يمكن 4 سنين السنه دي او داخلين يمكن خلاص في 5 سنه يعني ما بقناش كتير بس الحمد لله حققنا نجاحات جيده الى حد ما طبعا احنا طموحاتنا اكبر وشغالين على دوت بقالنا فتره كبيره بنسجل الالبوم الاول للفريق واسمه دور ملعوب والالبوم ان شاء الله يكون ان شاء الله خلال السنه دي يكون متاح يمكن اتاخرنا كتير جدا الفترات اللي فاتت بسبب ازمات سواء كانت ازمات انتاجيه او مشكلات بتقابل اي فريق مستقل في مصر ما عندوش دعم غير الاعضاء بتوعه يعني احنا ما بنلقاش اي دعم غير الدعم اللي احنا بنعمله بايدينا او اللي احنا بنقدر عليه مجهودنا الشخصي يعني فيمكن تعطلنا كل الفترات اللي فاتت بقالنا 3 سنين بعمل ألبوم الحمد لله ومتعطلين بس كان في شويه ازمات بس ان شاء الله يكون متاح باذن الله الفتره دي واعتقد دي هتكون خطوه جيده يعني واتمنى ان هو ينزل ويعجب الناس هكون طبعا برضو يعني مصاحب ليه مجموعه من الفيديوهات والكليبات وحفلات للاطلاق يعني وبنسعى وربنا كريم بما ان مفيش طريقه مجديه غير بس كام افيه وضحكه بسخريه وناس مرسوم على وشوشهم ملامح من المستحيل لما تشوفها تفرحك بما ان مفيش طريقه مجديه غير بس كام افيه وضحكه بسخريه وناس مرسوم على وشوشهم ملامح من المستحيل لما تشوفها تفرحك كلامهم ملح دايب ميت وشوشهم بالمزاد شتم وعايب اتباع في اول حبل دايب ساير تتساب ساعتها تكتار المعايب هتعيش صلصال وعبد المرحلة عمال بتجري جوا نفس المسألة تخلق تحلول يخلقوا لك مشكلة ويشكلوك بكلام تغرق في الزحام
في روحك شيل بقوة طريقهم للحياة، احدي في طريقتك حتى ولو في مليون اتجاه، علم وشوشهم صالح او ما صالح واشتباه، ضل الطريق وضلك وحده آية للنجاة. اعفق في روحك شيل بقوة طريقهم للحياة، احدي في طريقتك حتى ولو في مليون اتجاه، علم وشوشهم صالح او ما صالح واشتباه، ضل الطريق وضلك آية للنجاة. لو حتى مفيش حاجة بتنتهي والجاي بالكربون بيشبه للي فات، كن حق ونورك عمره ما ينطفي، لو ماشي عكس الدنيا والناس كلها. لو حتى مفيش حاجة بتنتهي والجاي بالكربون بيشبه للي فات، كن حق ونورك عمره ما ينطفي، لو ماشي عكس الدنيا والناس.